بسم الله، بيم أريبيا هو مركز أبحاث ونشر متخصص في مجال البيم، بيشارك فيه متطوعين من كافة الوطن العربي لإثراء المحتوى العربي. دلوقتي هنشوف العدد الأول اللي صدر منه. ده العدد الأول صدر في أكتوبر 2015، وفي مقالات متنوعة، في لقاء مع البيم تعريف بيه، وفي مقالة للمهندس كمال شوقي، وفي حوار مع دكتور بلال، وفي مقالة للمهندس أيمن أنديل عن تطبيق نظرية البيم في البنية التحتية ومشاريع الطرق، والمهندس محمد حماد كاتب عن بيم اكسشن بلان، المهندس سامر الجوهري كاتب عن البعد الرابع، المهندس معاذ النجار كاتب عن حلول المصادر المفتوحة المتاحة للتصميم البرامتري، ودكتور سامر سياري بيتكلم عن البعد الثامن، والمهندس أحمد لطفي بيتكلم عن قضايا العقود، والمهندس حمزة مشرف كاتب عن تكنولوجيا التصميم المبتكر، والمهندس صلاح عمر عمران بيتكلم قصة دي البيم. فدي مقدمة، وبعد كده ده حوار تخيلي بين عمر سليم والبيم. فبيم بيعرف نفسه وبيقول هو عبارة عن ايه، والنظرية من 1970 بس الأجهزة كانت بطيئة. الآن أصبح فيه اهتمام كتير جدا على مستوى العالم بالبيم، وفي مقارنة بين الكاد والبيم، طبعا في فرق كبير جدا بينهم، ودي أهم المشاريع اللي اتعملت بالبيم على مستوى العالم. وبعد كده المهندس كمال شوقي بيتكلم عن تكنولوجيا البيم بين التطبيق والرفض، وإيه المشاكل اللي موجودة وإزاي نقدر نتجنبها، أو الفوائد بتاعة البيم أكتر بكتير من المشاكل اللي ممكن تواجهنا. وده حوار مع دكتور بلال سكر، وموجود فيديو. دكتور بلال سكر من دكتور موجود في استراليا، وما شاء الله يعني مرجع في حاجات كتير جدا في البيم، يعني هتلاقي اسامي في اكواد كتير على مستوى العالم. كان لقاء قوي جدا، ودول الموقعين دول انصح الناس كلها انها تتابعه. في برضو القاموس بتاع البيم من الحاجات القويه جدا على مستوى العالم. والمهندس ايمن انديل هو متخصص في الطرق والبنية التحتية، فعشان كده المقالة بتاعته قيمة فيها معلومات كويسة، وكتب كذا مقالة بعد كده هتلاقي فيها فوائد كتيرة. المهندس محمد حماد كتب عن البيم اكسشن بلان، ازاي دي خطة بين او اتفاقية او عقد بين المالك وبين الشركة اللي هتعمل البيم، بحيث توضح هيتم ازاي وايه المشاكل والاتفاقيات. لو اتعمل كويس هتوفر مشاكل كتيرة. وبعد كده في مقالة قوية للمهندس سامر الجوهري، هو متخصص جدا في برامج البعد الرابع بشكل قوي جدا، يعني هو ما شاء الله ماسك الجزء ده مغطيه. وأول ما عرفت بيه إن هو كان بعت لي مشكورا، مكنا من أهم البرامج بتاعت الفور دي، تمام. فكانت مقارنة دقيقة جدا على مستوى العالم، يعني هو حاجة انترناشونال قوي جدا. مهندس معاذ النجار من سوريا، وما شاء الله من الناس اللي الواحد استفاد منها كتير جدا، وكلامه منظم، ومن الناس اللي بيشتغل في ريفت واركاد وبيشتغل في الاي تي، فالمعلومات بتاعته ما شاء الله قيمة جدا. دكتور سامر السياري القدوة بتاعتي، ويعني أستاذ كبير، وهو من مصر من الإسكندرية، وليه أبحاث كتيرة جدا في مجال البيم ومجال العمارة، واخد جايزة حسن فتحي مرتين، وعامل حاجات كتيرة جدا يعني. فالمقالة بتاعته من المقالات القيمة داخلة في البعد الثامن على طول. هو اتكلم هنا عن البعد الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وبعد كده بدأ يتكلم على البعد التاني. المهندس أحمد لطفي أخويا الكبير، وكان المقالة بتاعته قوية جدا لأن هو والده محامي، فهو فاهم كتير في موضوع العقود، فهو بدأها بقصة كده، كان في مشكلة وبيتكلم إزاي العقود مهمة جدا، لو في أي مشاكل ممكن تؤدي للمحاكم، فلازم نعمل العقود أو البنكشن بلان بطريقة قوية. دي بعض أشهر الأقوال عن البيم. دكتور حمزة مشرف من السعودية، وخد الدكتوراه الحمد لله قريب من أستراليا في مفهوم الابتكار. البيم يعتبر أكبر ابتكار في مجال الصناعة في الـ50 سنة اللي فاتت.
وبعد كده المهندس صلاح عمران بيحضر الدكتوراه حاليا، وعملنا معاه كذا لقاء في بيم اربيا مشكورا، يعني بيجاوب على الاسئله كلها وبيتعاون بشكل خرافي. فكان بيتكلم على كيس ستادي لمشروع هو شغال فيه، فالمقاله المقالات القويه جدا. ده كان العدد الاول، والعدد اللي جايه افضل، وان شاء الله العدد الجايه افضل باذن الله.